بنتي يا رنطة عايزاكي. كويس، ده انا كنت لسه هدور عليكي. بصي انا عايز اتكلم معاكي كلمتين. ركزي معايا. الواد اللي اسمه علي السف القليل ادب اللي مترباش ده، انا خلاص خلاص حطيت صوابعي العشره في الشق منه. الواد ده ملوش ملكم، مش عارفه اضغط عليه، مش عارفه امسكه منين، ما بيتمسكش. وبعدين كل ما يوعدني يخلف يوعدني يخلف. وخدي بالك هو لسه معرفش ان انا اللي سرقت الفلوس واتسرقت مني، يعني لما هيعرف يا اختي يا اختي على الله هيحصل. عموما مش ده موضوعنا. بعد تبحث وتمعن وتفكير عميق انا وصلت للنهايه. الطب هو الحل. ايوه ده انا لقيت لك حته دين دكتوره. محدش بالي بنتي يا رنا يا حبيبتي، وحشتيني يا زقرده. ده انت الوحيده اللي قاطعه بيا في المدرسه دي كلها. هو في ايه يا مس؟ الدكتوره ايه اللي لقيتها الرنده؟ انا اللي على طول تعبانه ومحتاجه دكتور. يا اختي الف بعد الشر عليكي، بعد الشر عليكي من التعب، حكي من التعب ده. اللهم احفظنا. بقول لك ايه يا رنا، البنت رباب كانت بتسال عليكي، كانت هناك، هي مش كانت واقفه هناك؟ يلا روحي لها. كانت معايا من دقيقه بس ماشي اوكي. كنت ممكن تزحقيني بطريقه اشك من دي على فكره. هو ده اللي عندي. انت كمان بت، يلا على فاصلك. يلا ماشي. طب ممكن اسمع حته؟ يلا. ما كانتش مجامله جملتها لك. القطعه بيا قال، فانا اترحمت من وشك. مركزه معايا؟ مركزه معاكي. حنان اختي ادتني عنوان دكتوره، انما ايه؟ بس هي يعني دكتوره من اياهم، يعني اللي بيعملوا الحاجات اللي ما انت فاهمه، انت فاهمه كل حاجه. بصي انا هبعت لك اللوكيشن 8 بالدقيقه، تبقي مستنياني هناك. اوعي تتاخري، حكي ما انا طفحت الدم عشان اجيب الميعاد ده. بس انا خايفه قوي يا مس. يعني انا اللي مش خايفه؟ خد بالك انا اللي شايله المسؤوليه، انا اللي مسؤوله. انا اللي في وش المدفع. هقول ايه؟ ما انت اللي عملتي في نفسك وعملتي فيا معاكي كده. بس معلش خلاص انا مش هقطمك، اللي فات مات. انا عايزاكي تطمني. انا معاكي. وبعدين ساعتين زمن، ساعتين بالعدد، وان شاء الله باذن الله ترجعي بيتك كده صخ سليم. اتفقنا؟ اتفقنا. بس انت دلوقتي لازم تقولي لامك حاجه. هتقولي لها ايه؟ هتقولي لها ان انت جايه لي عشان تاخدي درس، فهمتي؟ ماشي. يلا روقي كده. خفيش انا معاكي. اشترك في باقات واتشة الشهريه من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه من 149 جنيه و99 قرش.